عليك وجهي. كل من في اختيار المواقع جاء الحظ نتاعهم في سيدي عبد الله كانت الكارثة بالنسبة لهم، وكل بغاو يتنقلوا ولاد فايت وناس فاري وغيرها وغيرها وغيرها. اليوم الحركة راها عكس، كثير من المكتتبين في الأحياء الأخرى طالبين اليوم باش يجوا سيدي عبد الله، ولكن فات الأول خلاص، كل واحد يبقى في المكان تاعو. وانتم كذلك اللي عندكم اصدقاء ولا ناس من العائلات تاعكم اللي مازالوا ينتظروا، ما احنا فيه تقريبا ما يقارب 6000 سكن اللي باش يتوزع جاهز للتوزيع، ولكن ما نقدرش نجيب 6000. انتم عارفين احنا درناها 500 مكتتب لكل 5 ايام 6 ايام، كل 5 ايام نحضروا نفوسنا، نحضروا الملفات نتاع 500، لكن قدرنا نديروا 600 ولا 700 نديروها حتى نوزع كل ما هو جاهز. وهذا الاثنين بالنسبه للعاصمه، انا نقول لك وملتزم ان بالنسبه للعاصمه، بالنسبه لبعض الولايات اخرى ما عنديش الارقام بدقه فيها، لان بعض الولايات سد خلاص انتهينا مع 2001، الشيء اللي كان توزع 2001 نفوتوا ل 2002. دونك بالنسبه للعاصمه اعتقد ان مع السداسي الاول نتاع 2017 اكيد 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 100% نبدو نكونوا بدينا في التوزيع نتاع عدد الاثنين ان شاء الله، ونمشوا على حسب الورشات نتاعنا. انا فتحته، ولكن هما الله غالب عليهم، شو جماعه عدل باش تستلموا هذه وباش تبعوا الورشات نتاعهم يحسن عونهم، يعني اللي صراحه بشر كانوا يباتوا هنا، المدير العام كان يبات هنا في سيدي عبد الله. احنا كنا قلت لكم في النهايه قبل نهايه السنه نبدا بالشطر الثاني نتاع 2002 عدل 2.